يلي عم نشوفه هو فيديو خاص بالاحتفالية يلي صارت باثنين تشرين الثاني ثلاثة تشرين الأول عفوا ثلاثة الماضي اليوم الوطني للعنوف يلي شارك فيه مجمع الأرز التربوي بالمنية. ومن المجمع عم نحكي مع راؤول سعيد مدير التربوي للمجمع. أهلا وسهلا فيك راؤول. طبعا خير. أهلا وسهلا. يعني في تلاميذ بتمرق عندهم هيدي الخبرية مرور الكرام وفي مدارس بتعطي أهمية لهيدا الموضوع وأنتوا وحدة من هالمدارس يلي نزلتوا تلاميذكم من المنية للزيتونة لا تحتفلوا بهيدا النهار. قديش أهمية أنه يوعى الولد على اللاعنف بالبرنامج التربوي بالمدارس؟ نحن بأنشطتنا بنربط دايما الحياة بالحياة والتعلم بالحياة خارج المدرسة. تلاميذنا لازم يكونوا على دراية بالأشياء اللي عم تصير بالمجتمع واللاعنف هو سياسة تربوية نحن بنعتمدها بالمدرسة. فتيكون يوم وطني بلبنان لازم تلاميذنا يشاركوا فيه. وبالفعل شاركوا بتلوين ورسم التمثال الشهير اللي انعمل بالسويد ونزلوا على زيتونة بيتا يشاركوا فيه وكانت مشاركة كتير فعالة. وهيدا اليوم كمان عملنا هيدا الفيديو كمان كتريبيوت لنساهم بهيدا النهار ونعلن انه نحن مدرسة ضد العنف بالمدرسة وضد العنف اللي بتمارس على التلاميذ بكل أشكاله. أوكي. عم بتقول أنه لا عنف عندكم بالمدرسة هي سياسة تربوية. كيف عم بتطبقوها كل يوم بحياة الطلاب؟ سياسة العنف هي العنف ممكن يكون مش بس جسدي، ممكن يكون لفظي، ممكن يكون عاطفي، ممكن يكون اجتماعي، ممكن يكون على شكل بولينج، على شكل تنمر. نحن بالسياسة التربوية بنعتمد كتير نتقبل الطفل، نسمعه، نحكيه، كل تلميذ له حق بالمشاركة بالتعبير عن رأيه، بدعمه بكل الوسائل لحتى نبني شخصياته. نعم. طيب كنا عم نقول انه في مدارس تعطي أهمية للأمور خارج إطار المدرسة وفي مدارس لا. أنتم من المدارس يلي لما بدون يرجعوا تلاميذكم على موسم دراسي جديد، يعني إحنا بنعرف هيدي المرحلة عن جد قدي صعبة بالنسبة للولاد وبالنسبة للأهل، بيبقوا جايين من صيفية وفاكانس وسفر يمكن ومدرسة فجأة بين ليلة وضحاها. أنتم في عندكم هيك مثل لينك مهضوم بتعملوه تتخلوا الولاد شوي يتقبلوا الفكرة؟ نعم. بعد شهرين ونص من هوليداي من سامر هوليداي التلميذ بيكون بقى تعود على الظهرات والمشاوير مظبوط، وانه تيرجع على المدرسه دائما بيرافق العوده للمدرسه مشاعر شوي سلبيه، بيكون خايف من اول نهار، خايف كيف بده يقابل رفقاته، كيف بده ينخرط بهذا المجتمع الجديد، كيف بده يرجع للدرس، وخاصه اذا كان تلميذ جديد مسجل بالمدرسه. فنحن عملنا كارنيدو فياج هوليداي بوكلت وزعناه بختام العام الدراسي السابق وهو مصمم خصيصا لحتى تلاميذ يحطوا عليه الأنشطة تبعيتهم بالصيف. يعني كل تلميذ له مثل 10 صفحات بيقدر يوثق فيها كل شيء في اكتيفيتيز عملها خلال الصيف. شو ما كانت نوع الاكتيفيتيز، رياضة، سياحة، شو ما كان، سفر، وباللغات الثلاثة. الكارنيه توزع لهم بالصيفيه بس رجعوا على المدرسه تجمع من الاساتذه، وهلا حينعمل بمعرض الاسبوع الجاي بالمدرسه حينضعوا عليه كل الاهل وحينضعوا عليه التلاميذ، وحنعمل معرض كثير ضخم بمجمع الارز التربوي لحتى ندعي عليه كل المجتمع لكل ولد. اهدافه هيدا الكارنيه دو فياج بيامن هيدا السموث ترانزيشن، الانتقال البسيط اللطيف السلس لحتى يرجع. عم ترجعوا تذكروه بايام الصيفيه يمكن ما بعرف اذا كان مضبوط، بس كمان التلميذ لما يشارك شو عمل بالصيف بحس حاله بالانتماء، بيعزز له من شخصيته مين انا وشو بحب، بيقدم نفسه للمجتمع ولرفقاته بالمدرسه، بيقدم نفسه بطريقه كثير مبتكره لانه غير هيك حتى ما بيكون مفصول كليا هيك كانه عنده. نعم نعم، صار في ربط بين الحياه برا وبين حياته بالمدرسه. هيدا الشيء بيقوي له كثير مخزونه اللغوي وبيقوي له كثير علاقته مع الاصدقاء. أوكي. نعم. يعني المعرض رح يكون كل ولد رح يطلع يحكي عن تجربه يلي خاضها بالصيف، مزبوط؟ كل ولد رح يعرض بكورنر له الاكتيفيتيز اللي عملها خلال الصيف شو ما كانت، وبعض الاشخاص حيكونوا حيحكوا حيعبروا عنهم. يعني كم خلال البروجرام رح يحكي؟ يعني قد ما يعني 30 40 40 تلميذ حسب الوقت تبع لا انه كثار حسب العدد تبعهم. من كل عم بتخيل بس موقف الاهل مش من كل صف بيقدر شخص يحكي عن الكارنيه دو فياج تبعه. اوكي. قد ايه هالشيء بينعكس على الناحيه النفسيه للاولاد ببدايه المدرسه؟ نعم. كتير بيحول له مشاعره السلبية لمشاعر كتير إيجابية، وبحس الولد حاله حابب يفرج الناس شو عمل.
ممكن يعبر عن سفر، والسفر مش بس تيكت وترافلينج تو انذر كونتري، السفر ممكن يكون عبر كتاب، اذا قرا كتاب ممكن يسافر على البلد اللي هو كان فيه، وممكن يشجع السياحه. هذا كانت فواياج كثير شجع السياحه الداخليه، يعني قد ايه نحن عايشين هون زمان يعني كثير وقت طويل لحتى نزور رجعيتها او لنزور منطقه معينه بلبنان، صار يزور الولد، صار يكتب عنا، صار يشارك بالحوار مع اهله، شو بعمل هون شو بكتب هون، فهيدا اكتيفيتي فاميلي انجيجمنت فيه. اوكي، قلت انه جمعتوا كل البوكلتس. نعم، مزبوط. نعم. شو اكثر شيء عملوها التلاميذ، شو اكثر اكتيفيتيات عملوها؟ خلينا نقول 30% منهم سافروا و70% عملوا سياحه داخليه، واللي اكتشفناه انه كثير انبسطوا بال يعني كثير انبسطوا بهيدي الاكتيفيتي، لانه صارت حجه لهم تيخلوا اهلهم ياخذوهم تريب بعيد تيأيدوا انه نحن مضطرين نعمل هيدا البروجي للمدرسه. سو صار في انجيجمنت بين الاهل وبين التلاميذ وتفاعل كثير ايجابي. قبل ما يخلص الوقت بدي احكي شوي عن المنيا. يعني نحن بنعرف انه شوي منطقه بعيده. ما بعرف شو الكلمات اللي لازم استعملها، مش كثير العين علي. قديش عن جد مهم انه المدارس بالمنيا او المجمعات التربويه تركز على طريقه التربيه بالمدارس ليصير في هيك مستقبل واعد للاولاد هنيك. نعم، نحن كانت فكره انشاء المجمع التربوي بالمنيا كان ليعلي الليفل من الادوكيشن، يعلي ليفل التعليم بالمنطقه، يطورها. وبالفعل من 4 سنين لما نعمل هذا المجمع كتير نقل الادوكيشنال سيستم لبعد كتير عالي، لانه طور بالطرائق التعليميه. نحن نعتمد طرائق كثير لا تقليديه وطرائق كثير حديثه. اوكي. نعم. يعطيكم الف عافيه راؤول سعيد المدير التربوي لمجمع الارض التربوي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. وبون رونتري كمان. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. شكرا لكم. الله يسلمك. خليك دقيقه. اوكي. راح نتابع معكم ومن بعد عده معارض فرديه بعدد من البلدان العربيه والاجنبيه. تم افتتاح المعرض الجديد للفنان التشكيل المعاصر رفيق مجذوب. تضمن هالمعرض يلي حمل عنوان كرونيك بلو برينت مجموعه لوحات جسدت مراحل حياته وتقلباتها. كل التفاصيل بهالتقرير. خلال 25 سنة من العطاء بعالم الفن كان الفرق ملحوظ بأسلوبه. طبع عالم الرسم ما بعد الحرب خصيصا، انتقل من حقبة لحقبة، من أسلوب طفولة بسيط لفن الأوتوبورتري بطريقة قاسية وهزلية. لوحاته بتنعرف تلقائيا إذ أسلوبه خاص ومميز. هو الرسام اللبناني رفيق مجذوب اللي بركز أعماله ليعالج مواضيع اجتماعية سياسية وخاصة بالإنسان، واللي لخص مسيرته آخر معرض فردي إلو كرونيك بلو برينت، معرض ريتروسبكتيف عن بداياته لغاية اليوم اختصرت كل مسيرته بعالم الفن. بتشوفي قدي صار في تطور بشغله، قدي في اختلاف بالكرياتيف جيرني تبعيته. الحلو انه بتشوفي كل سنه كيف تغير شغله. من اول الفنانين اللي ازدهروا بلبنان بعد الحرب، بقى حلو كثير ينشاف كيف تطور هو شغله مع البلد من 1990 لليوم، وكله هيدا مبين بهيدا الاكزيبيشن اليوم بغرفه بجاليري وحده. حضور الفنان اللي استأذن عن الكلام، تكلمت كل لوحة من لوحاته عنه، فجسدت كل مرحلة من حياته والتقلبات اللي مر فيها، من بداياته عام 1995 لغاية اليوم، من علاقته مع محيطه ومع ذاته، مع الحرب ومع توتراته، فكانت كل أحاسيسه واضحة بريشته وألوانه. معرض جديد لرفيق مجذوب لخص حياته. حياة فنان على الهامش اللي عرضت له لوحاته صالت عرض Art on 56 بمعرض مستمر لغاية 20 تشرين الأول. I much prefer the unframed pictures. It's much rawer, much fitting with the subject matter than some of the framed self-portraits, but it's a really interesting exhibition so far. تجربة علاقة بالشخص اللي هو بيرسم، يمكن أود بيرسم حاله أو بيرسم شخص تاني،
فيها كثير وجدانية مثل العادة، بس زي في شوية جرافيتي زيادة أكثر بالعمل، حسيته جداري أكثر أحيانا، بس معرض كثير حلو وعليه وفقه.